أجسادهم في القرن الواحد والعشرين، عقولهم ما زالت في القرن الثامن عشر، يرفضون الاعتراف بدولة ألمانيا الاتحادية، تتملكهم نظريات مؤامرة لا حصر لها، يؤمنون بأن سلاحهم الوحيد هو القوة، هدفهم واضح لا لبس فيه، إعادة ألمانيا النازية للعالم مجدداً، بطرق لا مكان فيها لقانون أو شرعية، إنهم النازيون الجدد، غريبو الأطوار الذين سرعان ما باتوا خطراً يهدد استقرار ألمانيا برمتها، ينضمون تحت حركة تسمى رايخسبيرغ أو مواطنو الرايخ، هؤلاء الذين أصبحوا حديث العالم بعدما حاولوا تنفيذ خطة محكمة لتنفيذ انقلاب عسكري على الحكم بألمانيا، أشبه بتلك الانقلابات التي تحدث أحياناً في دول العالم الثالث. فما عساها تكون هذه الحركة التي أحدثت ضجة كبرى في برلين في ثمانينيات القرن الماضي. وجدت حركة مواطنو الرايخ بولايات براندنبورغ وميكلنبورغ فوربومرن وبافاريا، ينشط أعضاء حركتها البالغ عددهم نحو 21,000، معظمهم من الذكور كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً. من خلال أفكار يمينية متطرفة تتشكل قناعاتهم عن طريق نظريات مؤامرة بعينها، ترتكز أفكارهم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي أبصرت النور في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ينظرون دوماً على أنها مستعمرة أمريكية، تأبى عقولهم الاعتراف بأي حكومة في البلاد منذ انتهاء الحكم النازي، يجمعون على أن الحدود الإمبراطورية الألمانية لعام 1871 لا تزال هي الحدود الشرعية للبلاد، تلك التي لن تسترد سوى بقوة السلاح الذي لديهم هوس شديد بجمعه داخل منازلهم التي يدافعون عنها بالرصاص، حتى لو كلفهم الأمر قتل شرطي أو إلحاق إصابات بالغة بآخرين. يتزعمهم قائدان، أحدهما ينحدر من إحدى أسر النبلاء الألمانية القديمة ويدعى الأمير هاينريش 13 البالغ من العمر 71 عاماً، الذي عد لتنصيبه كزعيم جديد للبلاد التي يحلمون أن يحكمها نظام ملكي صارم، فيما يدعى الآخر روديغير فيبي الضابط السابق بقوات المظلات، ويبلغ من العمر 69 عاماً. بزعامة هذين القائدين اللذين يقبع أحدهما في السجون الألمانية الآن، أخذت الحركة تلفت أنظار السلطات إليها من خلال تحركاتها ومظاهراتها المتكررة خلال الأعوام القليلة الماضية، غير أن تلك التحركات لم تثر أي شكوك تجاه خطواتهم التي سرعان ما قلبت البلاد رأساً على عقب، عقب محاولة انقلاب فاشلة زج ب25 شخصاً من أعضاء الحركة إلى السجن على إثرها، فيما يظل بقية أعضاء الحركة العابرون للحدود يترقبون الخطوة التالية.